الاناكيلي، نوال سليمان، ابوها ابو العلا، كريم الشراوي، عطيات ابراهيم، سماح حسن. ارفص يا ولدي، ارفص يا ما ترفص يا بنت ولا على راسك ريش. ايه ده وليه انت؟ انت مش لسه خارجه بقالك شهر، ارفصي وانت رفرة، ارفصي يلا. سلام يا فندم، الاراد سبع راس. عد تاني يا شاويش طلعت. سبعة. تمام يا فندم. اللي معاها فلوس او دهب بتطلعها عشان تسلمها في الامانات، واللي مخبيه حاجه هتتصادر منها، مفهوم؟ اتفضلوا. صباح الخير يا ماما. فزي قومي كلميني يا فتاح يا عليم. يا ازاي يا كريم؟ 60,000 مرة قلتلكم ان هدومكم التحتانية دي تتنشر في الحمام. معقولة الواحد يصحى على اسئلة وتحيات؟ دي ما بقتش عيشة دي. بتردي كمان يا اخي، ردي تربية بزورك. كلمة دوب دي اللي عامله لي بيهم فرجه. ايه عايزه تفضحيني في وسط الحته؟ فزي فزي قومي قومي. خلاص خلاص يا ماما، معلش هدي نفسك بقى، معلش انا هلمهم. تعالي اتفضلي وسط الحته. تقولش الزمالك ماما. يا حبيبتي انت خايفه علينا ولا مننا بس؟ حتى انت كمان بتدافعي عنها. ماما انا جبت سيرتها خالص دلوقتي. يا ماما احنا مش في محكمة، حضرتك لازم تنسي شوية السجن والمحاكم والقضايا دي. انسى ازاي؟ اصلكم ما بتشوفوش اللي انا بشوفه بعناية دول. معلش اهدي بقى عشان خاطري، احنا الصبح دلوقتي، خلينا نعرف نفطر ونتوكل على الله. طب روحي روحي شوفيها شالت الفضيحة اللي هي ناشرة على الشباك ده ولا لسه. حاضر خلاص. صباح الخير. الورد. يلا. يا ام البنات ياللي شايله الهم للممات. كذاب، يعني ايه ما عندكش محاضرات غير الساعه 1؟ ناولني البخاري احلف لك عليه. انت كل يوم ليه جري على مزاجك ده؟ انت طبعا هتقوم جري على البروفا. تكونش فاكر القوه العامله هتعينك بدل سعد اردش؟ رفقا بي يا فتى، انك تقسو علي والرحمه حلوه. الاستهبال ده مش عليا، ده تخليه للصيع اشكالك اللي انت ماشي وراهم. لو سمحت انا ممكن اخليك تتجاوز معايا، لكن اصحابي دول بقى ناس فنانين جدا بقى بصراحه. اسمع انا هفوت على كليتك اجيب الجدول بتاعك، ومش عاوز قلب الدماغ على الصبح. وقسما عظما يا خالد لو ما مشيت على الجدول ده زي الساعه، انت عارف انا هعمل فيك ايه. لا ارجوك ما تحرمنيش بالميراث يا قاسي، ارجوك. بابا بابا. صباح الخير يا خالتي. يسعد صباحك يا ابني. هو موال كل يوم ده ما بينتهيش يا خالتي. الواد السنه دي كسرنا. يا لهوي، يعني ايه يا ابني؟ يعني اللي بيسقط سنتين في سنه واحده الكليه بتدي له فرصه كمان سنه، لو سقط فيها يترفد زي ما ابن اختك هيترفد ان شاء الله. انا عارفه ان الحمل تقيل عليه،
بس معلش خده بالهداوه بقى يا ابني. لا يرضيك يا خالتي انه يترفض من الجامعه مستقبله يضيع والناس تقول ابوه وامه ماتوا واخوه ما عرفش يربيه. امتى ربنا يتوب علينا بقى؟ اهي كملت صحته مواصل. وما تنسي ان انا فتحتك يا اختي. انت لسه فاكره؟ صباح الخير يا بنات. صباح الخير. ازيك يا حاتم؟ ما بترديش ليه يا نادي؟ ماليش مزاج، مش طايقه روحي. حسني لو فتحت بقي هصرخ والم عليا الناس. معلش يا حاتم، اصل ماما اديتها اللي فيه نصيب على الصف. ماما والحاره والقناطر والناس اللي فيها وعشي كلها. والاتوبيس وصل. ده مش اتوبيس، ده وسيله تعذيب. صباح الخير استاذ حاتم. بابا بيترجى حضرتك انك تيجي النهارده بدري شويه. خير؟ ما قالكيش ليه؟ لا ما قاليش. خمسة كويس؟ كويس قوي. في تأخير 3 دقايق. صعب قوي 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 يا دكتور ان احنا نظبط اتوبيساتنا بستوب ووتش. طبعا انت معذور، انت عمرك ما ركبتهم. مش عارف، انا قررت اجي اخدك كل يوم من القناطر. يا سلام، يعني انت متخيل مثلا ان انا ساكنه في شليعه ووسط جناين وحاجات كده؟ هستناكي على محطه الاتوبيس. ما ينفعش. بص هقول لك حاجه، يا دكتور الرشاقه اللي انت شايفها دي تقوم على شقين مهمين، اولهم المصارعه طول النهار في المواصلات. تاني حاجه بقى على طول المشي السريع دائما الى اقرب محطات الاتوبيس. يا ساتر على نشوفية دماغك، ربنا يستر وعيالنا ما يطلعوش لامهم. يا اخويا ربنا يستر. حثت الشرائع السماوية جميعها على زجر البغاء والبعد عنه. ففي القرآن الكريم قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي المسيحية علق عيسى عليه السلام بقوله: من نظر إلى امرأة فاشتهاها فقد زنى بها. وفي اليهودية عاقبت شريعة موسى عليه السلام على أنواع مختلفة من الزنا بالإعدام، أخصها المادة 178 التي تعاقب بالحبس الذي يصل إلى سنتين على صنع أو حيازة أو الاتجار فيما هو مناف للآداب العامة كالأفلام والمطبوعات والصور. أما عن التطور التشريعي لجرائم الأداب في مصر فقد ظل البغاء يمارس خفية وعلانية دون تجريم وبغير عقوبة. أنا شايف أن بعضكم مشغول عن المحاضرة بحاجات تانية، أرجوكم نخلينا مع بعض. حد فيكم يعرف متى ألغي البغاء في مصر؟ تفضلي. ألغي البغاء في مصر بالأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949. برافو، تفضل. ثم تدخل المشرع ليؤثم كل صورة من صور البغاء بصدور القانون رقم 68 لسنة 51 بشأن مكافحة الدعارة، والذي حل محله القانون رقم 10 لسنة 61 فضلا عن مواضع أخرى في قانون العقوبات. قبل ما أمشي عاوز أستلم الأبحاث بتاعتكم. مين ما خلص البحث بتاعه؟ الثلاثة اللي جاية آخر ميعاد لتسليم الأبحاث، مش هستلم أي بحث بعد كده، مفهوم؟ تفضلوا. صباح الخير يا طنط. طنط عينك كلها نظر يا ابني. لو سمحت ممكن تناديلي خالد، أصل مستعجل شوية. حاضر.
يا خالد. خالد. ايوه. اتفضل استريح جوه عمل ما يجي. شكرا يا طنط. طارق انا مش مصدق عرفت توصلي ازاي. عايزك الكلمتين. طيب اعمل لنا حاجه ساعه يا خالتي والنبي. حاضر. فاكر مدحت بيه اللي رحنا عنده المكتب؟ اه ماله؟ عنده شغلانه جميله قوي. مكسبها ايه؟ لوز. اوعى تفوت العمليه دي من ايدك. ماشي. الكارت بتاعه اهو. باي باي. طب استنى بس اجي معاك. لا 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 اصل عندي شغل قبل ما اروح المكتب. طيب باي باي. هي دي الصداقه والا فلا. الله. امال فين صاحبك اللي بيقول يا طنط؟ اها بيهزر معاكي. يكونش عينه منك يا واد. سيبك من الكلام ده. شغل ايه بقى اللي عايزك فيه بقى؟ ده انت لسه طالب في الكليه. يا طنط سكينه معقوله تبقى انت وحاتم والايام عليا؟ معقوله؟ لو سمحت ممكن تعلمني على الابواب المطلوبه في البحث؟ اتفضلي. انا لسه عالم. فين البحث بتاعك يا لسه؟ ما انت عارف اني ما عملتوش وصممت تسال عليه عشان تحرجني قدام ليلى هاني، مع انك عارف ان ابوها هو اللي عامل لها البحث بتاعها. ده مش صحيح. انا متاكد ان ليلى عملت البحث بنفسها. طبعا ما هو تحت اشرافك. نادي انا عرضت عليك كتير اذاكر لك وانت رفضتي. وليلى هانا موافقت طبعا، وهي هتلاقي فرصه احسن من كده عشان تشوفك كل يوم. انت عارفه كويس قوي يا ناديه ان ليلى بنت استاذي اللي مديونه بالكتير وبس. اه بمناسبه استاذك، موضوع ايه اللي كان عاوز يكلمك فيه؟ تلاقيه عاوز يكلمك عشان تخطب بنته. انا كنت فاهم ان الموضوع ده ما يضايقكيش. ويضايقني في ايه؟ ليلى فرصه بالنسبه لك. مبروك مقدما. بلاش هبل ويلا بينا. طبعا مستعجل على الميعاد. قلت لك بطلي غلب. يلا. ايه بتوجعني؟ متاسف. اتفضلي. هو اسم النادي حرص وسيموس حاتم. ما قالكيش يا اختي ناوي على امتى؟ إذا كان على حاتم الود وده النهاردة قبل بكرة، لكن بقى المحروسة بنتك لها راضية بالحارة ولا بأوضة المرحومة أختي؟ بس بيني وبينك بقى يا استسكينة برضو مش أقل ما يجيب لها أوضة نوم على أنتريه ومطبخ. خلاص يا حبيبتي ما تسربعوناش. سيب الجدع يجهز كل طلباتكم ولا هو يا عين خالته هيقطع روحه؟ لا أنا ما أقدرش أصبر على الهم ده كتير. ده انا عندي بدل المصيبه اتنين. وانت هتشغلي بالك ليه يا حبيبتي؟ هما البنات هيطيروا؟ دول يا دوبك هيخللوا. فوتك بعافيه. اوصلك؟ لا. طب اتمشى معاك لغايه الاتوبيس عشان يقول علينا اتنين حبيبه. الله، هو احنا مش اتنين حبيبه برضو؟ اوعدك اول ما نتخرج ونتجوز على طول اخدك ونتمشى في كل شوارع مصر. هو انا ساعتها هيبقى فيا حل المشي؟ باي علاء. باختصار عزيز صفوت سافر الامارات، يعني المكتب ناقص محامي. حاتم لو انضم للمكتب يبقى لازم كل المحامين اللي عندك ياخدوا استماره ست، لان حاتم ب10 محامين هتعمل ايه بكل دول؟ اظن بقى مفيش دفاع احسن من كده. انا بشكر حضرتك على ثقتك فيا، وطبعا اي حد مكاني هيتمنى الفرصه اللي بتديها لي، لكن للاسف انا ما اقدرش استقيل من الجامعه. انا بحب التدريس و... مفيش نسبه بين دخل التدريس ودخل المحاماه. يا فندم مش مساله دخل، انا قربت انتهي من الرساله وصعب اني اتراجع. وانا بصراحه ما اقدرش استغنى عن استاذي. احنا هنتخانق عليه ولا ايه؟ في الحقيقه يا فندم انا محرج جدا، شكلي كده زي ما يكون ناكر للجميل. حضرتك فاتح لي مكتبك ومخصص لي اوضه اذاكر فيها، كتبك وابحاثك حطيتها تحت امري، واول ما حضرتك تطلب مني طلب مش قادر انفذه. طب ما انت تديني دروس مجانا. شوف بقى بابا كان زمانه دفع فلوس قد ايه. زمان وانا في سنك كنت بقول الكلام ده، لكن يوم ما استقلت واتجهت للمحاماه عرفت قد ايه المحاماه شطاره ومتعه حقيقيه.
انا عمري ما سمعت ولا شفت اي اعلان عملته الشركه بتاعتي. ازمه خام وليه انت عايزني يعني اتصور على ورق جرايد؟ وبعدين انت راجل فنان كبير المفروض انك متابع السوق. اكيد ده حتى الجمهور العادي عارف الازمه دي. واحنا ما سكتناش، اذن الاستيراد جاهز ومستنيين شويه عينات لغايه ما نستورد الكميه الكبيره. ده كلام مظبوط 100%. انت عارف ان طارق هو اللي منقيك عشان تسافر معاه وتجيبوا العينات دي. بيشكر فيك قوي قوي. سافر؟ سافر فين؟ ايه في ازمه من ناحيه السفر الجيش؟ جيش جيش ايه؟ اخويا مش هيوافق. اخوك؟ انت راجل فنان كبير وليك مستقبل كبير، مش عيب برضه تقول اخويا. بس هو مش مصدق ان انا فنان كبير. يبقى خلاص لازم نثبت له انك فنان كبير، ولا انت خايف يسحب منك البيبرونه؟ مساء الخير يا خالتي. اهلا يا ابني. عايز حاجه قبل ما اطلع؟ لا متشكر قوي، اتفضلي انت. الهدوم اللي على الحمل ليش انت يا خالتي؟ ده لحقتي تيجي علشان تخرج؟ على فين؟ رايح تحيي فرح ليلة ان شاء الله؟ هسافر. تسافر؟ وانا اخر من يعلم؟ يعني لما كنت سالتك ما كنتش هعرف. حاضر، هبقى ازعلها لك في النشره الجويه. سلام. استنى اتكلم بقى، ده بقول لي مسافر فين؟ ده في واحد جاله الصبح قال له على شغلانه فيها مكسب. شغل ايه يا خالتي؟ ده طالب في جامعه. انا رايح بورسعيد كده نجيب كام حاجه كده نتاجر فيهم ان شاء الله. والفلوس اللي هتتاجر بيها دي بقى جبتها منين؟ من غير فلوس، انا حامل الحقيبه وهيطلع لي قرشين. سلام. مش هتجيبها لبره يا خالد. يا فرحتي باللي بتعمليه. يا شيخ خضتيني، افتكرتك ماما. ولما انت مرعوبه قوي كده ما تسيبي المجله اللي في ايدك دي وتقري لك حاجه تنفعك. اخ لو ماما سابتني ادرس تمثيل كان زماني بقيت زميلتهم في نقابه الممثلين. يا بنتي يا حبيبتي سيبك بقى من احلام اليقظه بتاعتك دي، وانت وخالد كده اجلنا من بعض. اصل انت حماره مثلا، ليه ما بتخليش الواد الاهبل بتاعك ده يوصلك بالعربيه مجنونه؟ على اهبل يا عقلة؟ مش عايز يتجوزك؟ يبهبل. انا مش فاهمه هو متمسك بيكي ليه؟ لا معلش، اصل الحاجات دي اللي زيك انت ما يفهمهاش. طب استفيدي منه في حاجه، شغلي عندك سواق. يا سلام. طب وافرضي بقى يا اختي ان احنا ما اتجوزناش، ما يلومني بس غير يطلع عليا اني كنت رايحه جايه معاه في عربيته ولا ايه؟ يظهر ان انت اللي هابله مش هو. ما جت ما حطتش الزيت في بقها، اهي تريحنا وتريح اهلها من عارها. سيبيك يا اهل يا بنت. ايوه ايوه يا بنت، تعمليهم عليا. تكونيش فاكره باكل من الكلام ده. اكتمي يا بنت وردي. ايوه وعليا يا ستي طلعت البيت ما فيهاش نفس ترد. خايفه على شبابها يا وليه؟ ايه خلاص نشنتي عليها بعد ما تطلع؟ هي اسمها ايه يا بلتي؟ هجيب لك يا اختي عنوانها وتليفونها علشان اللي تطلع الاول تلحقها. مكسوفه ليه يا روح امي؟ ما بتطرحيش ليه؟ ما سيبوني في حالي بقى، انا عايزه اموت. سيبيني في حالي بقى، ما حدش له دعوه بيا. عملت ايه يا بنت؟ ايه اللي جابك هنا؟ بكره تتعود يا قبلتي. البركه فيكي يا اختي. البركه فيكي منك ليها. انا مش عايزه اسمع اسم المدعوه دي، فاهمين ولا لا؟ وان شاء الله حتى تموت وتروح في 60 دقيقه. اوعى كده يا بت. هي ولادي مفتريه كده ليه؟ ربنا يفكر فيها وياخدها بقى. حاتم ازيك؟ ثانية واحدة. مساء الخير يا ماما. مساء النور، اتفضل استريح. معلش يا حاتم، أصل ماما عندها بيت الأسبوع ده. اتفضل. نادية. حاتم بره، قومي فزي بقى. خليه يدخل. يدخل ازاي وأنت قاعدة بالمنظر ده؟ ما تتعبي. ما تسيبك من الطب وتروحي تقدمي مع ماما في مصلحه السجون. ايه ظريفه جدا. يدمك. استني عندك. ايه؟ عايزه من ايه تاني؟ البس ده. طب طربه. ادي حاجه، تشرب ايه؟ عندنا شاي تموين، تشرب شاي تموين؟ انا مش هعطلك عن المذاكره، هقول لك خبر حلو وامشي على طول.
ابوري حاتم كنت بتذاكر في ايه؟ عادي. انا دخلت جمعيه اول ما هقبضها هشتري عربيه صغيره كده علشان ارحمك من الاتوبيسات وعذابها. مش تشتري الشقه الاول ولا انت صرفت نظر؟ اذا كنت صرفت نظر قولي اديني خبر عشان اعمل حسابي. انا احترت معاكي مش عارف ارضيك ازاي، كل ما اعمل حاجه علشان ابسطك تطلعي لي بحاجه تانية. حددي بالظبط انت عاوزه ايه الاول، الشبكه ولا الشقه ولا العربيه؟ ما حدش بياخد كل حاجه مره واحده. يا سلام، ما انت تحت ايدك واحد ممكن يجيب لك كل حاجه مره واحده. يعني انت فاهمه ان اللي زي ده اهله هيرضوا بيا؟ تاني مره يا نادي لما تلاقي واحد بالمواصفات اللي انت عاوزاها يبقى اديني خبر علشان ابارك لك. انا مش عارفه انت بتتلتي على ايه. انت يا ساره مش عارفه انا مين. يا امي سيبك من المانيكير ده بقى وكلميني. طيب انت ناوي تعزم كام بالظبط؟ هو مش مهم كام بالظبط، المهم واحده بس عاوزك تتوصي بيها، زميلتي في الكليه. اتوصى بيها ليه يعني؟ انت ناوي على ايه؟ فهمني. هو لما حضرتك تشوفيها هتعرفي ان الواحد ما يقدرش ينوي معاها اي حاجه غير الجواز. يا سلام، ليه بقى؟ بنت مين بقى ان شاء الله؟ هي امي، وانا هتجوز ابوها ثم انه مات من زمان قوي، يعني يتيمه ولازم تبقي حنينه معاها. امال هي عايشه مع مين؟ مع امها طبعا واختها زميلتنا في كليه الحقوق. هي مامتها بتشتغل؟ في وزاره الداخليه. في العلاقات العامه؟ ايوه بالظبط، في العلاقات العامة. انت النهارده مزاجك ما كانش ولا بد. ايه نادية برضه؟ طموحها اكبر من امكانياتي يا ريان، وانا مش عارف اعملها ايه. تعذرها طبعا، نادية ظروفها صعبة، من حقها انها تتمنى او تحلم بحياة تانية. بس كانت عارفة اني ما اقدرش احقق لها احلامها. يبقى ما فيش قدامها غير انها تتخلى عن احلامها او عنك. ومعرفش نادية ممكن تختار ايه؟ اختيار ايه بس يا ليلى؟ لو بتحبني بصحيح تعيش على قد امكانياتي. ما تزعلش مني، الجواز دلوقتي بقى وسيله عشان الواحد يحسن مستوى حياته. مش البنات بس اللي بيعملوا كده، لا ده حتى الولاد اللي لسه متخرجين وما يقدروش يبداوا لوحدهم برضه بيعملوا كده. انا بقى ما اقدرش اعمل كده، ما عنديش استعداد ان الست تصرف عليا. وليه ما تقولش انها تساعده؟ طريق اتقبض عليه. طب ما انا عارف. عارف؟ عارف ازاي واحنا لسه واصلين؟ لان انا اللي بلغت عنه. ليه؟ هو معاه ايه؟ مش هو بقى اللي معاه البضاعة المطلوبة معاك انت. يا راجل تعال اقعد كده ريح، خد نفسك. انت حتى نسيت اقول لك الحمد لله على السلامة. يعني بلغت عنه؟ عشان قعدت انا؟ اخيرا فهمت. ليه؟ وانا معايا ايه بالظبط؟ ايه ده؟ بودرة ملح رشيدي بنصدره حصى وبنستورده مطحون. بقول لك ايه ده واتكلم احسن لك. ايه عايزني اعترف عشان تبلغ عني اقوم اقول لهم مين اللي وصل البضاعه لغايه عندي؟ تاخد دول وتكمل ولا تبلغ عننا وتروح معانا؟ اخد دول وما كملش. غبي. لله يا محسنين لله، ساعد بنت هبله وعبيطه وغلبانه وهتسقط السنه دي ان شاء الله في حتك هتبقى الجلايه. ايه قله الادب اللي على الصبح دي بقى؟ ها؟ طلع الدين شفتيه؟ صحي يا عليم، ازيك يا عليم؟ مش الصباح الاول؟ يا ماما احنا كنا بنضحك مع بعض، ايه لازمه الكلام ده بس؟ اخرسي منك ليها وقولي ادخلي من قدامي شوفوا لكم اي مصيبه تغوروا فيها. انا اللي ما عرفتش اشرفها. جبتوا لي المرض من بدري، هموت ناقص عمر بسببكم. ايوه جايه، ايوه جايه. خليك انت يا خالتي. مساء
بخير يا كابتن. اهلا وسهلا كابتن. ايه يا ابني انت شايف بنطة الكرة على رجله؟ سير يا استاذ حاتم اللي ما يعرفش بيها لك. نعم احنا عايزين خالد جايبين له اخبار حلوه قوي. حلوه؟ ها اترفض من الكليه خلاص واتفرغ لكم؟ يا استاذ حاتم احنا ما بنعملش حاجه غلط، التمثيل ده هوايه جميله وبتساعدنا. هوايه في وقت فراغكم، انما تسيبوا دروسكم وبيوتكم ومذاكرتكم وتقول لي هوايه؟ هدي نفسك يا ابني شويه، يمكن عايزينه في مصلحه. مصلحه ايه يا خالتي اللي هتيجي من ورا التمثيل؟ بكره تشوفي. معلش يا ولادي يعني ما تاخذوهوش، خايف على اخوه الصغير برضه. مسكين يا خالد، ده حتى لو ذاكر وحفظ كل الكتب شخطه واحده من الكابتن ده هتخلي كل اللي في دماغه يطير. اتفضلوا. دي نص عمر فوق دلاب. يبقى صعب رفعت بقالك كام يوم وقاعد هنا؟ ده احنا افتكرنا انك مت خلاص يا اخي، اتفضل بقى تعالى معانا. يبقى لازم نقول له. لا 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 كلام مفاجأة. أما إنك نازل بصحيح، يا أخي ده بيسألنا في إيه؟ خليك فضولي. شوقي ربنا فتح عليه أخيرا وجات له نحتة في عجمان. إحنا بقى اخترناك عشان تكمل بيت إخراج المسرحية. ها قلت إيه؟ خلصنا بقى يا أخي. مدام دي إرادة الجماهير أنا ما عنديش مانع. استعدوا استعدوا أكشن أندر أكشن. صد باي بيت يا مولا قولي حق. اخص عليك يا مولا اتاخرتوا كده ليه؟ معلش الاتوبيس كان زحمه قوي. كل سنه وانت طيب. الهديه دي راح فيها مصروف الشهر بتاعنا يا مولا. ما جايتكم النهارده للدنيا كلها. ما انا عارفه. عن اذنك يا نادي عايز مولا دقيقتين في الاتوم. بكره تغني زي اسمهان. انا اللي استاذك كل اللي اقدم لحضرتك الدكتوره منى. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. امال الاموره اللي كانت معاكي دي تبقى مين؟ اه دي ناديه اختي. اختك؟ ماما منى بنت عمليه جدا الدكتوره بقى اهم حاجه عندها انها تنجح وبامتياز. هو علاء ما حكاش لحضرتك عني ولا ايه؟ حكيت طبعا وقلت لها على كل حاجه. انا عرفت من علاء قد ايه هو بيحبك ودلوقتي بس انا عرفت السبب. شكرا يا فندم. الله ايه يا منى؟ ايه الكلام بتاع العواجيز ده؟ احنا يا دوب نمشي، اصل مشوارنا طويل. كل سنه وحضرتك طيبه. الله ازاي؟ ده انتوا لسه جايين. طب خليني اوصلك النهارده بس. لا معلش علي خليك انت واصحابك. تشرفنا يا فندم. مع السلامه يا فندم. رحبيني بقى من شوفيه دماغك دي. طب استني بس حتى لما نطفي الشمع. معلش هات لي شمعة وهات فيها لك في الكلية. يلا بينا. ليه هنمشي دلوقتي؟ ايوه دلوقتي. ايه العناصر؟ يلا يا نادي. خدي بالك من صحتك يا طلعت. وبيخلي حد غيرك ياخد بياد بدالك الشهر ده. والله يا ست الدكتورة دي بقت عيشة تقصر العمر. انت كمان واخداها جد قوي زي ما تكوني مسؤولة عن كل حاجة هنا. المصيبة مش في دول يا ست الدكتورة. المصيبة في اللي برا. دي حاجة بعيد عنك تجيب قرحة في المخ مش في المعدة. امي يا اختي امي ولا عايزاني ألتحك على كيف. تعرفي لو اشوفك هودك ناحية المطبخ تاني. قدامي 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 يا بنتي بلاش ترجعيني هناك موتيني اشنقيني بس بلاش ترجعيني سكتة تاني حرام عليك يا ناس. انا عايزه اموت عايزه اموت من عبد الله من عبد الله. هما مين دول يا بنت؟ لا هما مالهمش ذنب. انا السبب انا السبب. مين اللي كان بيسرحك يا بنت؟ انطقي ابو سجل بلاش الكلمه دي. ارحميني بقى ربنا يخليكي. شيخة البيت تقوليش بتبلى عليها. هو في يا بنت واحدة تخش السجن عياها ومن جري؟
هو انت ايه؟ ما عندكيش اخوات؟ ما فيش في قلبك رحمه؟ ما عندكيش بنات؟ عزي انا كمبيز ابن كسره، انا جبار الوجود، انا النار اصولي وبنو النار جدودي، ويل فرعون ومصر من جنودي وبنودي. استوب استوب، ازاي ما ده كلام؟ في حد برضك يمثل مسرحيه اسمها قمبيز؟ دي حتى رقابه ترفضها. ايه قمبيز دي؟ بلاش جهل بقى، ده شعر احمد شوقي. طب اتفضل بقى اطلع بره بره. يا عم انت هتعمل لي من الاول بروفا جلال الشرقاوي؟ اتفضل يا سيدي. وقفت اقول لك ورينا عرض كتافك. انا قررت ان انا اعمل لكم ليلى والمجنون للدكتور سمير سرحان. بكره بروف الترابيزه الساعه 5 مساء، ما تنسيش 5 مساء. اقول لك يا خلوده. نعم خلوده، اظن دور المجنون ده محجوز. ماشي، بس تغير اسمك. ايه عوني السلامون ده؟ ولا يهمك، اكتب على الافيش عمر الشريف. ثانيا بقى، توصلني بعربيتك من البيت للجامعه وبالعكس يوميا. يا نهار ابيض، اوصلك القناطر يا مجنون. انا مدي لك فرصه، في ناس بتدفع فلوس عشان الفرصه دي، انت حر. كانت هتجيني ضربه شمس وانا واقف مستنيكي. كده؟ طب مش هقول لك ان ماما وافقت على جوازنا؟ وده وقته يا اخي، وتروح تبص اللي في ايدك بقى. ازاي وافقت بسهوله دي؟ علاء، انت قلت لها فعلا؟ وده وقته؟ بص اللي في ايدك. شغال عند اهلك. بقول لك ايه، ما تيجي بقى ناخد نادي جارتي تروح معانا. نادي دي ايه؟ دي ما كانتش بالاتفاق. ايه ده، انا مش عايز معارضه يا استاذ، انا مدي لك دور المجنون. عارف يعني ايه المجنون؟ اكشن. بقول لك ايه، عايز ايه؟ لو طلعت حلوه اهلا وسهلا، طلعت يعني ملعون ابو الدور بقى على ابو المجنون. أيوة. انزل 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 انزل. طيب يا عون، الى الملتقى. يا اهلا وسهلا. اهلا. اتفضلي. ميرسي. يا اهلا. ايه ده؟ استنى استنى، عندك استنى. معقول الضحكه دي يا ناس؟ طب اسوق انا ازاي؟ بص يا اخويا قدامك وانت تعرف تسوق. بص قمر قمر، ايه رايك في وش نادي يا خلود؟ خطير مش كده؟ انا شفته قبل كده يا استاذ عوني، شفته. يا قلبك، وازاي يا راجل ما جابهاش تمثل معانا؟ مش احسن من الحداد بكر اللي انت جايبها؟ ناديه حقوق يا سعاوي. خلاص تنتدبها، مش انت المخرج؟ بس ناديه عمرها ما مثلت قبل كده. يعني انا اللي خريج معهد رمسيس؟ ده حتى حفلات الجامعه بيحضرها مخرجين كبار، وياما اكتشفوا نجوم وقدموهم للسينما. انتوا بتتكلموا جد يا جماعه؟ طبعا جد، وجد الجد يا نجمه الغد. بس انا ما اقدرش اتاخر، وانت عارف ظروفي كويس. اكشن اندر اكشن، ولا يهمك. انا ممكن اراعي مواعيدك زي النجوم الكبار، ولا يهمك. تبقى انت ليلى وانا المجنون. وانا المجنون. بس يا ستي بكده نبقى خلصنا الجنائي. لا مؤاخذه يا اولاد، ليلى انا مضطر انزل دلوقتي، رايح نقابة المحامين، خلي حاتم يوصلك كمان النهارده. مش معقول يا بابا، ده كتير. انت بقى تجيب لي عربيه عشان ما نضايقش بعض وكل واحد ياخد راحته. اعمل لك ايه؟ ما انت اللي جبانه ومش قادره تسوقي. لا خلاص، من النهارده انا هسوق. خلاص يا ستي، انزلي نقي العربية اللي تعجبك من عند رزق وخليه يبعت لي الفاتورة. عن إذنكم. مع السلامة. مع السلامة يا فندم. خلاص يا سيدي اتحلت. هي ايه دي؟ بدل ما تعمل جمعية وتقطع من مرتبك، العربية هتيجي وهتبقى تحت أمرك. أنا ما طلبتش منك حاجة زي كده. نكمل أحسن. سوا سوا. لا سلام. اسمحي لي اتنازل واعزمك بكره على مولد نجمه نادية اللورين. مجنونه هتجننيني معاكي باذن الله. كنت ما بقاش نادية بنت طلعه، انما خليت صوفيا لورين تعتذري. ابعدي هنا وكلميني، جايه منين وهجرتي ايه بالظبط؟ بكره اول بروفا مع فريق تجاره، في العرض هشوفني يوسف شاهين يقدمني لعمر الشريف ياخدني معاه في اول فيلم امريكاني. بس خلاص. الله الله يا بنت طلعت، برافو عليكي، هو ده اللي كان ناقصنا فعلا. تعالي اتفرجي على اول بروفا وانتي تعرفي ان دي مش احلام.
انا بكلمك عن حقايق يا بنتي. انت مش ناقصه تضيع وقت، والحقيقه بقى انك هتسقطي تاني السنه دي وترجعي تشتكيلي من ماما واسوه ماما. امي كانت خياطه، هي اللي علمتني. ولما في ايدك صنعه زي دي ايه اللي عواك ساري؟ ابويا مات واخواتي طلباتهم كترت، وكان فراش في مدرسه ابتدائي. طب ما شغلك انت وامك كان يكفيكم. يكفي ايه ولا ايه؟ ده احنا الاربعه كنا في مدارس وفي جامعات. وكمان رحتي مدارس؟ اتريكي بقى عوجالي لساني. ولما انت ليكي اهل ورحتي مدارس، ايه اللي خيبك الخيبه دي؟ زمايلي في المدرسه كانوا السبب، كانوا بياكلوا احسن اكل، بيلبسوا احسن لبس، واللي عندها عربيه، واللي عزلت اهلها. هم اللي جابوا رجلك؟ عرفوني على صاحبه بوتيك علشان اشتغل عندها بعد المدرسه. لبستني من المحل، كانت بتقبضني مرتبي يجي 3-4 مرات في الشهر. طب امك واخواتك ما سالوكيش كل ده منين؟ في حد بيسال النهارده منين؟ كانوا ساكتين ومبسوطين لغايه ما جه اليوم كان لازم ادفع فيه الحساب او التمن. وامك عرفت وطنشت، طلباتها زادت، تعبت بقى وعايزه تستريح. اعوذ بالله من غضب الله، اعوذ بالله من غضب الله. خلاص استريحتي بقى لما عرفتي؟ مش قلنا لك يا ست طلعت بكره تتعود ولسانها يجري؟ بس يا بيت اتوالي. انت الحب، لا معنى للحب لدي بدونك. يبدو لي ان المراه لا تعرف معنى الحب بدون المحبوب. كل ما اعرفه اني حين اراك، كل ما اعرفه اني حين اراك. سوري يا جماعة نسيت. بالعكس بالعكس، ده انت بسم الله ما شاء الله حفظت كل الادوار اللي قدامك، بس انت لسه خايفة مش فاهم ليه. ها واحنا كلنا جنبك، انا متأكد انك هتمسحينا كلنا في العرض. انتوا بتتكلموا جد يا جماعة؟ تبقي تفتكريني بس وانت بتاخدي الاوسكار. ها يلا يلا بينا نكمل. اكشن اكشن اند اكشن. انا بموت في الحتة اللي جاية وهي طالعة من بقك. ما اعرفه اني حين اراك تلتف حواليك عيوني كالخيط على المغزل. إني أتخيلك كثيرا في وحدة الرطبة، أحيانا أتخيلك كما أنت. بيشتغل معانا قبل كده بس في فرع تاني من الشركة. أنا عايز أعرف بالظبط شركتك دي بتشتغل في إيه ولا إيه؟ مفيش تناقض في نشاطنا، بنعمل افلام بنستورد لها افلام علشان نصور افلام. والملح الرشيدي ده نشاط جانبي علشان ندعم باقي الفروع، مش برضه باقي الفروع لازم تدعم. اقعد اقعد. حيث ان المره اللي فاتت انت خفت تكمل معانا بالعمله الصعبه، ايه رايك المره دي تشتغل معانا بالعمله المحليه؟ في ايه بالظبط؟ تقنع جارتك تمثل معانا، نديها 10,000 جنيه وخمسة عشانك. افلام ايه بقى اللي هتدوا فيها واحدة عمرها ما مثلت الفلوس دي؟ انت هتستهبل فيها؟ معلش يا استاذ اصل ما عنديش فيديو. ناديه جارتي وبنت حتتي وما اقدرش اعمل فيها كده. $2500 دلوقتي وزيهم بعد التصوير. ولا انت راجل فنان الفلوس ما تفرقش معاك؟ يا راجل حد يرفض النعمة. خليهم في جيبك وفكر على مهلك، يا ترجع بالبطلة يا ترجع بالفلوس. وطبعا ما انتش هتزوغ بيهم لانك اكيد عارف ان زعلي وحش. وما دام تعرفوا بعض يبقى لك ملف عند جو، صوت وصوره وفيديو. اكيد. ايه حكايه البروفات والتمثيل اللي تطلع لي فيها اليومين دول؟ انا خلاص قربت اوصل. بكره افكرك يا حاج. تمثيل ايه يا مجنونه؟ هو انت ناقصه؟ وطي صوتك احسن والله العظيم، لو ماما سمعت ما هتشوف وشي تاني. والنبي يا حاتم ده انت حماتك بتموت فيه. الله ايه ده يا ماما، لحمه ولا انا متهيأس بس؟ شد حيلك بس انت وبكره بتبقى في ناديه. انا عارف ان انا ما بتعرفش تطبخ ورادي، انما هي بقى
انت مش قلتي مفيش جواز الا بعد التخرج؟ هو انت باينك هتتخرجي في عشتك؟ على اذنكم. كلش ناوية تطفشي ده، انا ما صدقت ان لقيت راجل يرضى بمصيبه زيك. تجيبيني غيره منين؟ مدفوق يا بنت انت. بكره اجيبك بره عريس ميه. اشمعنى يا اختي بكره؟ ما تورينا العينه النهارده. تقدر تقول لي مين دخل نادي فريق تمثيل؟ انت طبعا. هو انت تسال وجاوب روحك؟ انت ولا مش انت؟ والله انا عرضت عليها وهي وافقت، هي مش صغيره ومحدش بقى ضربها على ايدها. اه وسيبني في حالي بقى يا اخي. انت كل ما كلمت تقول لي سيبني في حالي؟ طيب يا خالد انا هسيبك في حالك. انفلحت؟ انت ليه ما قلتليش قبل كده انك بتحب التمثيل؟ اظن دي حاجه خاصه بيا انا. خاصة بيكي؟ وانا؟ انت ازاي تعملي حاجة زي كده من غير ما تقولي لي؟ انا ما عملتش حاجة غلط. نادي انا مش راجعي ولا حنبلي، انما حكاية التمثيل دي مش مناسبة ليكي خالص. ليه بقى ان شاء الله؟ شايفني عارجة؟ عوجة؟ بتلات رجلين؟ انت فاهمة ان التمثيل جماله بس؟ دي مسألة مش انت اللي تحكم فيها. دراسة الحقوق صعبة، وانت طالعة السنة اللي فاتت بمادتين، يعني علشان تنجحي السنة دي ما تضيعيش ولا دقيقة من وقتك. والله بقى انا ذاكر وقت ما يعجبني وهنجح في السنه اللي تعجبني. اختك الصغيره سبقتك في الدراسه وبتنجح بامتياز وبتاخد منحه وبتساعد ماما في مصروف البيت. طب اعملي حساب لي ده كله. يوه قلت لك انا حره. طب وانا همنعك من الاشتراك في فريق التمثيل او غيره؟ وانا بقى لا مستنيه اذن منك ولا من غيرك. غرت ليلى من المها والمها منك لم تغر. طب كفايه كده النهارده، يلا ناديه. يا ترى الاكل ده بكام؟ اوعى تكون ناوي يحجزونا هنا نشطة بالمواعين. انا دايما بتغدى هنا، انت طبعا عارفه دخلي من السينما قد ايه. سيما امال فين الافلام اللي عملتها؟ في العلب، ازمه دور عرض. بس انا يعني عمري ما سمعت عن افلامك دي. ما انت عارفه حاتم ورزلته، انا بستني بس كده اول فيلم ليا ما يفرقع وبعد كده اقول له باي باي. بقى انت يطلع منك كل ده؟ انا طبعا ما هنش عليا اسيب موهبه زيك في اول طريق القمه، قررت ان انا اتنازل واعرفك على المنتج اللي انتج لي كل افلامي. انا اشتغل في السينما وهجيب لك كمان اجر احسن كتير من انا ابتديت بيه، 10,000 جنيه. خالد اذا اغمى عليا رش على وشي شويه ميه، واذا ما فقتش دشلي فحل بصل. ايه الكلام البلدي ده؟ اوعي تتكلمي بالطريقه دي قدام المنتج. حاضر. ده بيه رسم. مالك يا خالد؟ لا بس الاسانسير مكتوم شويه. مساء الخير. مساء النور. اهلا اهلا بالقمر في السماء. الله انت هنا كمان؟ ايه اللي دي؟ ده انا البطل هنا يا احلى بطله في الدنيا. الاستاذ موجود مستنيكم الصبح. على نار. يلا ناديه. بسم الله ما شاء الله. ايوه يا استاذ. تبارك الخالق فيما خلق. هديه الجمهور كله هيشكرك عليها. خلصنا بقى. اتفضلي يا برنسيس. 3,000 جنيه عربون المحبة والإخلاص. ده عشاني أنا؟ أنا مش مصدقة روحي. اتفضلي. ماشي يلا يا نادية. أظن الفيديو بتاعتنا تشرف وتنازل العقد ده بأحلى نغمة في الدنيا. اسمك.
وكمان واحدة. مبروك. يا خبر، أنا مضيت من غير ما أعرف السيناريو. خالد هيبقى يقول لك على ميعاد المخرج علشان برضه يشوفك يعمل تيست. تيست؟ ليه؟ يعني أنا هعمل إيه؟ مش فاهمة. يهمنا إننا نركز على أجمل زوايا وشك للكاميرا، حتى لو صورناكي من ظهرك برضه جمالك هيملى الشاشة. بعد إذنك يا أستاذ، هبقى أرجع لك عشان آخد ميعاد التيست. يلا يا نادي. يلا. أوروفار يا أستاذ. ايه مشيت خلاص؟ امال ليه لسه شايفها قدامي؟ اوعى تقل عقلك وتنسى ان انا البطل وتقول لي بفلوسي. ايوه يا سيدي ماشيه معاك. خالد اجرنا تاكسي ولا لك اجرنا اتوبيس، لا لا ولا لك اشتري من هيئه النقل العام، ودي تبقى اخر مره رحنا فيها القناطر بالاتوبيس. يلا ورايا. ما جاتش لحد دلوقتي. عندها سكشن النهارده يا ماما. ما هو شوف بقى ما اقول لك، انا لوحدي ما اقدرش عليكم انتوا الجوز، لازم راجل معايا يسندني. اهي شوف انا جت. يا مسافر لو كنت يا ديفي دقيقتين بس كنت يا بنتي حاجه. ما انا عارف كنت لسه هخبط سمعت صوته. اداريت لحد ما خرج ومشي. يا سلام. كاتب الكتاب يوم الخميس الجاي. مبروك. كاتب كتاب مين؟ انا يا روحو. لا انت يا حاتم ده خالص، انا قلت لك هجيب لك عرسان كتير. فاكره؟ وانا انسى خيبتك ابدا بذمتك. دي خيبه؟ ايه ده؟ جبتيهم منين يا بنت؟ انا مش هجيب لك عرسان وبس، انا الاول هعزلك من القناطر وهجيب لك شقه الجنب واقعدك من الشغل. انت كفايه عليك لحد كده، لازم تستريحي بقى. كانوا بياكلوا احسن اكل، كانوا بيلبسوا احسن لبس، واللي جابت عربيه واللي عزلت اهلها. هتعملي ده كله منين؟ هشتغل في السينما لغايه ما جه اليوم اللي كان لازم ادفع فيه الحساب او التم. يا فجره يا عدل الربايه، علشان ما فيش راجل رباكي. في اعتبارك يا فجر انك مش هتحطيني بره البيت ده ابدا يا بنت الكلب. معلش يا ماما. فضحتوني عريتوني. فضحتوني فضحتوني. اتفضلي اعملي حسابك من هنا على بيت جوزك يا اما على التربه دغري. نادية كانت معاك؟ ايوه كانت معايا. سامع ما بزعق ازاي؟ كل ده من تحت راسك. اسمع يا خالد، زي ما دخلت نادي التمثيل تخرجها منه، والا قسما عظما هقدم شكوى للعميد بتاعك وانت مش ناقص. من بكره نادية تسيب التمثيل، مفهوم؟ اللي انت عملتيه ده اتجننتي؟ اتجننت عشان عايزه اريحها وارفعها على وش الدنيا؟ قريتي العقد يا فالحه؟ يا استاذه يا بتاعت القانون؟ في حال التخلف الطرف الثاني اللي هو حضرتك طبعا عن مواعيد التصوير المحدده او عدم التزامه ببنود هذا العقد يلتزم بدفع غرامه قدرها 20,000 جنيه. يا ناديه ماما تقتلك ولا انك تصوري. يبقى المفروض انك تقريها الكلام ده مش ليالي. هتجيب منها 20,000 جنيه لو ما صورتش. انت اللي حطيتي نفسك في الموقف ده، كان لازم تساليها قبل ما تمضي. جرى يا ناديه، هي ماما برضه بتاعت الامر الواقع. يبقى هصور يعني هصور. يا بنت منى خلصتي؟ يلا قدامي قدامي. انا هسيب لك المفتاح عندي، خدتك سكينه واول ما ترجعي تسك الباب من جوه وحسك عينك تتحرك من مكانك.
يا ماما الاسلوب ده كده مش هينفع. اقعدي معاها اتفاهموا اتكلموا اقنعيها بالعقل. وانا لسه هاتي معاها، ده انتوا جبتولي القرحه. يا ماما لما تحبسيها زي المساجين اللي عندك كده هيبقى خطر. انت يا بنت هتتجري قدامي ولا قاعده جنبها؟ قدامي خير يا حاج. في النادي يا منى. ماما حرمت عليها الخروج وقفلت عليها بالقفل عشان اتاخرت في البروفه امبارح. بروفه ايه يا حاتم؟ نادي راجع لنا امبارح بعقد، هتشتغل في السينما وهتدفع 20,000 جنيه غرامه لو ما صورتش. نادي وديتها فين امبارح؟ انت اتكلم! قريت العقد اللي مضيتها عليه يا عمار! انت مالك انت؟ تشغلها في السينما ليه؟ هي اللي مضت. هخرجها زي من الورطه دي يا كلب! ورطه ايه بس؟ العقد! هتدفع 20,000 جنيه من اذا ما صورتش. 20,000 جنيه؟ حتى اذا امها وافقت انها تصور. انا بقى مش حوافق! مش حوافق! مش حوافق! نادية! نادية! افتح يا نادية الشراعة، لازم اكلمك ضروري. نادية! افندم. ما تخافيش يا نادية، انا عرفت ان خالد الكلب كان معاكي. خالد ملوش دعوة، انا اللي مضيت. ولا يهمك، انا هرغمه ويلغي العقد. ومين قالك تعمل حاجة زي دي؟ ارجوك يا حاتم، دي مشكلة تخصني انا، وانا هحلها لوحدي عن اذنك. يا بنت انت وهي بلاش مرقعه، روتي على ايدك كويس وان عليها نقشحن، خلصونا بقى. وانت اديكم بتغسلوا وسختكم، ولو ان ما ينفعش فيها غسيل. انت يا بنت بتبصي لي كده ليه؟ طبعا ما انت عينيكي فتحت من بدري. عقيب طلعت حصليني عند سياده المأمور. الصغيره ده بابا العقد شريعه المتعاقدين، ليه ما خليتهاش تقراها؟ يا سلام، سبحان الله، وانا كنت مغمي عينيها، العقد كان بايديها. انت عارف كويس قوي انك انت غميت عينيها بال 3,000 جنيه اللي انت وريتهم لها. لا 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 لا، بس يا شاطر وطي صوتك، انت في مكتب محترم. ثم انت عايز ايه بالظبط؟ تلغي عقد ناديه وتسيبها تروح لحالها. سلام، ما بقتش عايز باقي فلوسك ولا ايه؟ متشكر قوي، كتر خيرك. غبي، طول عمرك غبي، عمرك ما هتوصل ابدا. انت عارف ليه؟ لان دايما تيجي في وسط السكه تروح واقف. فلوسك اهي، واذا ما لغيتش العقد هحكي لها عن فيلم وقصته. الله الله الله، انت ظهر نسيت السفريه اللي فاتت والصور اللي عملناها لك وشرايط الفيديو، ونسيت كمان انك ليك اخ نفسه يبقى دكتور في الجامعه، ولو بلغوا اللي انت عملته هيضيع ويتفقد، وتضيع انت كمان. لو سمحت يا خالتي، انا عايز ناديه في كلمه. خير.
عايزها في ايه؟ حاتم بعت لها كتاب تذاكر فيه. اتفضل. ده حتى المساجين بيجيلهم زيارات يا خالتي. هي ناديه فين؟ هي مرزوعه في اوضتها. اتفضل على ما اعمل لك الشاي. ناديه مالكيش دعوه بمكتب الانتاج ده خالص، ما تروحيش مكان التصوير ده عشان خاطري، عشان خاطر حاتم وماما ومنى، عشان خاطرنا كلنا يا ناديه. انت يظهر زي ما عرفش العقد كويس. يلعن ابو العقد. سيبك منه خالص، مش انا اللي وديتك، انا بقى اللي هتصرف، بس ابوس ايديكي ما تروحيش هناك خالص، انا مش عايز اكون السبب في مشاكل ملهاش لازمه. لا اطمن، مش هتقدر تخرج من هنا. الشاي. وبيقول لك بقى باب القانون الجنائي ده تاخدي بالك منه قوي. ها؟ على اذنكم. عظيم يا حاتم، لو كملت بالمستوى ده رسالتك هتبقى مرجع قانوني في منتهى الأهمية. الفضل لله وليك يا فندم، لولا وقوفك جنبي وتشجيعك ليا ما كنتش قدرت أكتب كلمة واحدة. يظهر إن كنت غلطان لما طلبت منك تسيب التدريس. شد حيلك بقى علشان نفرح بيك. تفرح بمين يا بابا؟ برسالة حاتم يوم ما يبقى دكتور رسمي. ساعتها ما حدش هيعرف يكلمه. أرجوك يا ليلى ما تقوليش كده حتى ولو بهزار. خلاص سحبتها. اظني بقى النهارده اجازه ما انتش خارج وانا هقفل الباب من بره. ازاي بس يا ماما؟ افرضي حبيت انزل لاي سبب، افرضي حضرتك حتى اضطريتي تباتي في الشغل، يبقى لا لقمه ولا مفتاح. اقفل الباب من جوه واصحي لاختك، والباب ده ما ينفتحش الا لما المأذون يجي. فهماني؟ مع السلامه. اه عاوزه تفك سجني بجوازه تحبسني فيها. نادي يا حبيبتي عشان خاطري بقى بطلي عنده طبيعيها شويه. انت عارفه وفاهمه كويس قوي ان جوازك من حاتم نعمه من عند ربنا. يا منى انا لو اتجوزت حاتم معناها اني مش هصور الفيلم، يعني برضه هتحبس. فكري على مهلك واختاري الحبسه اللي تريحك. هعملك شاي معايا يا منى. الحنان اللي نزلت عليك فجأة.
ده كلام ده يرضيك نتحرم من الشمس والقمر سوا؟ فات كم يوم دلوقتي؟ انا اسف يا استاذ، اصلي كنت تعبانه قوي. يعني الولد خالد ما قاليش حاجه؟ حصل خير. المهم ان انا جيت اهو وانا جاهزه للتست. خلاص تست؟ أيوة. التست ايوه. معلش انت فاجئتيني بمساله التست دي. تشربي حاجه سخنه لحد ما احضر لك المخرج والمصورين. بس ارجوك يا استاذ يبقى بسرعه على قد ما تقدر عشان انا ما اقدرش اتاخر كتير. انا عايزك تأمري. تجز يا حبيبي منك لو ادينا بنظبط النور اهو يا سيدي. انا عايزها ضلمه، خلصونا بقى. كنت فين انت راخر؟ انا جيت اهو على ملا وش جاهز على اخري. نور طلعت من شويه. نور نجفة. جاهزين؟ كله تمام يا استاذ جو. عايزك تركز على الزوايا اللي مش هتبين لك كاميرا في الاوضه اللي جوه. اوعى تخرج من كادرك. صحيح البطله حلوه يا جو؟ نجمه الموسم ستار. هتحلوي يا اولاد. حلال عليك. بس انا كنت سبتك لوحدك شويه غصب عني والله. معلش بس انا اتاخرت قوي. يلا الكل منتظرك. اتفضلي. بس الدنيا ضلمه قوي. انت عايزه ايه؟ اضاءه ونوري كمان؟ ده الفيلم اتحرق. Thank you.
نادي يا حاتم، ما رجعتش من الصبح. ازاي؟ قولي اعمل ايه دلوقتي؟ وانت ومامتك كنتوا فين؟ ارجوك يا حاتم، غيابها ده مش طبيعي. طب يا منى اطمني، روحي انت وانا هخرج ادور عليها، وان شاء الله مش هرجع الا بيها. نايم؟ قوم قوم. نادي ما رجعتش لغايه دلوقتي، نادي ما رجعتش لغايه دلوقتي. قوم معايا، قوم البس هدومك بسرعة، وريني بيت الموت اللي نزلت تحت ده بسرعة. بوليس تاني؟ دي ليلة ايه اللي مش فايتة دي؟ ما تعرفش يا حاج عنوان بيت الأستاذ جو المنتج اللي مكتبه هنا؟ أعوذ بالله من غضب الله. هو حصل ايه يا حاج؟ بنت الشارة طلعت من هنا وهم طبع المكتب من هنا، اللهم استر على وليانا. نادية اتقبض عليها وهي بتصور افلام خارجة. حجزوها 4 ايام على ذمة القضية، ما قدرتش اشوفها. ليه يا حاتم؟ طب خدني اروح لها ارجوك، نادية مظلومة اكيد اتضحك عليها. اختك نزلوها من العمارة بالبوليس. انت كذاب، انت كذاب يا حاتم، اطلع بره، مش عايزين منك حاجة، اطلع بره بقى يا اخي. انا هكلم الاستاذ حسين يترافع عنها ونحاول اطلعها كفيلة.
انت خالد عبد الرحيم؟ لا انا اخوه. معايا عمر من نيابه بالقبض عليه. طيب اول ما يجي انا هجيبه لكم. انا حاتم عبد الرحيم معيد في كليه الحقوق. ماشي يا فندم، السلام عليكم. والحمد لله والله ما ليهم حق يخدوكم بالتليفون. هي نادية ما جاتش معاكي ليه؟ ايه؟ هي لسه زعلانة مني؟ معلش بكرة تعال. قفلت عليها الباب قبل ما تيجي؟ خلي بالك من اختك. معلش بكره حاتم يتجوزها ونخلص من مسؤوليتها. بتعملي لها حاجه تاكلها؟ حاتم دي خايبه ما بتعرفش تعمل لنفسها لقمه. قريت الموضوع في جرائد الصبح بس اكيد يا بابا هتقف جنب نادية. انا متاكده انها بريئه. عن اذنكم عندي جلسه. تشرب ايه يا حاتم؟ انت بتحب القهوه، اعمل لك فنجان قهوه. ليلى عن اذنك. انت ازاي توعديه بحاجه زي كده؟ انا ما بترفعش في قضايا ادب. انت بتناقي يا بابا، المظلوم مظلوم مهما كانت القضيه. ده منطق غريب بسمعه من حضرتك لاول مره. انت لسه صغيره، بكره لما تتخرجي وتشتغلي هتعرفي معنى اللي بقوله كويس. انا متاكده زي ما حاتم متاكد ان ناديه بريئه، اكيد في حد غرر بيها. حاتم لا يمكن يدافع عن واحده سلوكها مش كويس. انا عارف هتبقي محاميه ازاي. هو ده الدليل اللي هتقدميه للقاضي؟ ايه ده؟ استقالة مرة واحدة؟ ده قرار اتخذته من مدة لأني قررت أشتغل بالمحاماة. طب والرسالة؟ حضرتك عارف دخل التدريس النهاردة. أنت اللي تقول الكلام ده؟ طب قول كلام تاني علشان خاطر أصدقك. يا فندم ده قراري الأخير ومش هتنازل عنه. على اسمك. Forming a joint called Atlanto Occipital joint. The type of the joint. It is synovial joint. The variety. It is condylar variety, اللي هي uni axial modified hinge joint, allowing one main movement around the transverse axis and other additional movements which are not considered as main movement of the joint. The articular surfaces, the occipital condyles on the lateral part of the occipital bone. صباح النور. اسم النبي حرسك وصينك، بقيتي زي الفل. وحشتينا. ليه هو المأمور استعوقني؟ لا بس اصل جمالات امها تعيش انت، ولو واحد خدت عرضه يومين.
جمالات عوض عطيات ابراهيم ارفص يا ارفص مهيرز ارفص يا بنت ولا على راس كريش ليلى محمود ارفص ارفص ايه يا وليلي انت مش لسه خارجه بقالك اسبوع ارفصي صفاء متولي نادي عزمي نعم يا فندم الى راس سبع راس عدي تاني يا شاويش طلعت ما تستريحي شويه يا ست طلعت اللي معاها فلوس او ذهب تطلعها عشان تسلمها في الامانات واللي مخبيه حاجه هتتصادر منها مفهوم اتفضل اتفضل ازاي؟ مش مهم خد دول يا حاتم انا سحبت الفلوس دي من البنك عشان تدفع كفاله ناديه خلاص يا ليلى القاضي ده استمرار حبس 15 يوم لغايه الجلسه وهتعمل ايه يا حاتم؟ لازم الاقي خالد في خلال ال 15 يوم دول ما كانش لازم ابدا تستقيل خد دول يا حاتم وكلها احسن محامي مدام بابا انت عارفه يا ليلى اي محامي هيدافع عن ناديه على قد الفلوس اللي هياخدها انما انا ايوه يا حاتم بس انت عارف ان لازم يمر 3 شهور على استقالتك عشان تقدر تمارس المحاماه عارف عشان كده جبت واحد زميلي كان معايا في الجامعه يقف بدالي في الابتدائي
القضية مش هتخلص من يوم وليلة. قد كده بتحبها؟ ده واجب وما اقدرش اهرب منه. انا كان قلبي حاسس انه بيعمل حاجه غلط الكلب ده. لا يا حاتم مش ممكن خالد يعمل كده ابدا. اهو عملها يا خالتي وخد بنات الناس في رجليه وهرب. بس لازم الاقيه ولازم اجيبه. هيروح مني فين يعني؟ الله يرحمك يا نفيسه وبشمش الطوبه اللي تحت راسك. لو كانت عايشه كانت راحت فيها. يا سبي يا ضحتنا يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. مني ومنك ولا يمكن هسمح لحد انه يمسها بكلمه. انت فاهم؟ ارجوك يا منى فهميني، انا فرد في المجتمع اللي خساره اني زميل عزيز واقف معانا بكل قلب. اتفضلي يا نادي عودي. لو ما كانش حاتم متاكد من براءتك ما كانش قدم الاستقاله. ان شاء الله يا نادي الاستئناف هيتحدد النهارده وبعد كام يوم هتلاقي نفسك في الجامعه. ها احكي لي بقى ايه اللي حصل بالظبط. استاذ بالك زياده عن اسبوعين ما دفعش الاجر، عايزين معلوم. حاضر حاضر النهارده هيكونوا عندك. حاضر شكرا. عايز مني ايه؟ انا خلاص استقلت وبقيت فاضي.
النهاردة ما عنديش شغلانة غير قضية نادية ومواعيدها يا سيدة. قصدك ايه؟ انت عايز تضحي بيا عشان نادية اللي رفضتك؟ ده انا اخوك يا حاتم. اخويا؟ عاوز نغير ضميري وذمتي علشان اخويا الجبان الندل الحقير اللي وسخ اسم ابويا في تربته. قلت لك من الاول سيبني ادرس التمثيل، قلت لي لا، انا اخويا يبقى ممثل، ودخلت لي كليه التجاره عشان ابقى قد المقام، واهو اديني بقيت قد المقام اهو. انت هتخرج معايا دلوقتي، تروح معايا للبوليس وتعترف بكل حاجه. سيدي القاضي،
حضرات المستشارين، لقد أذنبت موكلتي في حق نفسها مثل كثير من شباب هذه الأيام، ويسمح لي سيادة الرئيس بتقديم شاهد إثبات لأقوالي، وهو المتهم الثالث خالد عبد الرحيم. بعد الاطلاع على شريط الفيلم السينمائي والصور الفوتوغرافية والفيديو وتقرير الطب الشرعي الذي أثبت عذرية المتهمة نادية عزمي، وبعد الاستماع إلى شهادة الشهود، قررنا حبس المتهم يوسف سلامة وشهرته جو 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، والمتهم الثاني عوني السلاموني 2 سنين مع الحكم والنفاذ، والمتهم خالد عبد الرحيم 1 سنة مع الشغل والنفاذ، وبراءة المتهمة نادية عزمي من التهمة المنسوبة إليها. ما عملتش غير الواجب يا حبيبتي. أرجوك يا حاتم تكمل أنت الإجراءات وبعدين تروح تستلمها من القسم. حاضر يا حبيبتي. ربنا يخليك، اتفضل يا بابا. عارف إنك مالكيش ذنب، بس الموقف كان أصعب من إني أواجهه. يا علاء أنت ما قدرتش تواجه والدتك وتقول لها إن أمي سجنها في القناطر. كنت مستني حاجة أكتر عشان تتهرب بيها منى. أرجوك تقدري الموقف اللي كنت فيه. صدقني من اول يوم اتقابلنا فيه وانا عارفه كويس قوي انك مش هتتجوزني. كنت شاكه في درجه قوتك. عرفت انت قد ايه ضعيف. انا بحبك ودي حاجه انت متاكده منها كويس. مستعد اصلح موقفي. لا انت خلاص ما تلزمنيش. يا علاء انا محتاجه رجل قوي يقدر يسندني قدام مجتمع ظالم. مفيش حاجه غيرت حب ليكي. للأسف أول ريح مرت على حبنا ما قدرتش تواجهها. ما لو مرت علينا عاصفة كنت هتعمل إيه بقى؟ أنا محتاجة راجل يقف جنبي. على إذنك. مصدقه انك بتحبني للدرجات دي. انا خلاص يا حاتم عقلت وبقيت تحت امرك. نتجوز من بكره؟ لا النهارده. دلوقتي لو عايز هعيش في الحاره في اوضه مامتك. بقيتش عايزه من الدنيا حاجه غيرك. ناديه اللي عملته ده مش سببه الحب، ده واجب. أختك ووالدتك عزلهم من الحرب، وده العنوان الجديد. مع السلامة.